تحية طيبة من إندبندنت عربية، وإليكم النشرة الإخبارية لأبرز أحداث اليوم. على وقع تصاعد الاشتباكات مع حركة حماس، أعلنت إسرائيل فرض حصار كامل على قطاع غزة يشمل حظر دخول الغذاء والوقود وقطع إمدادات المياه والكهرباء. وأعلن الجيش الإسرائيلي استعادة السيطرة الكاملة على عدد من البلدات التي تسلل إليها مسلحو حماس، معترفاً بأن المعركة استغرقت وقتاً أطول من المتوقع مع استمرار الاشتباكات في عدة مواقع. وفي الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل عدد من المسلحين المشتبه فيهم بعد تسللهم من الجانب اللبناني، حيث تردد دوي قصف وإطلاق نار. إثر ذلك، سارعت ميليشيا حزب الله اللبناني إلى نفي أي اشتباك بين عناصرها والجيش الإسرائيلي. إلى ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن 800 إسرائيلي قتلوا حتى الآن، فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 560 فلسطينياً على الأقل. في الأثناء، أمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية بتعليق الإنتاج مؤقتاً من حقل غاز تامار البحري، موضحة أنها ستبحث عن مصادر وقود بديلة لتلبية احتياجاتها. إلى الحرب السودانية، حيث تجددت المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، على وقع تواصل الاشتباكات في مدن الخرطوم الثلاث، حيث قتل 3 مدنيين جراء قصف مستشفى في أم درمان. دولياً، استقبلت بكين وفداً أمريكياً من مجلس الشيوخ برئاسة زعيم الغالبية الديمقراطية تشاك شومر، واعتبر الرئيس الصيني تشي جين بينغ أن العلاقات الصينية الأمريكية ستكون حاسمة لمستقبل البشرية، فيما أكد شومر من جهته أن على القوتين إدارة علاقاتهما بمسؤولية، مشدداً على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع. خبرنا الأخير مع اختتام جوائز نوبل بمنح نوبل الاقتصاد للأمريكية كلوديا جولدن عن أعمالها حول تطور مكانة المرأة ومداخيلها في سوق العمل. هذه كانت أبرز أخبار اليوم، شكراً لكم، ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقع إندبندنت عربية.